بأول فقراتنا نور كنا عم نقول وصلنا لأول أيام عيد الأضحى المبارك، كم يوم حيفصلنا عيد الأضحى؟ نهار السبت إن شاء الله الأوقاف حددته إنه نهار السبت 9 تموز. اليوم كل حدا مننا في بذاكرته شريط من الذكريات والصور للطفولة، كيف كنا نعيد، كيف كنا نستقبل العيد قبل بكم يوم، التياب، الأواعي، كم مرة نيمتيهم جنبك؟ مو بس كم، في حالة كانت تصيب جميع الأطفال، بطنك بيوجعك الصبح ما أنك قدران تنامي، بتقلك شو بتحسي في هيك، في رهبة يعني جسمك كله مو ظابط، شو بكي يعني بطني عم يوجعني أنه بكرة العيد. هاي الحالة كنا نعيشها بكل تفاصيلها، بتلاقي التياب مبسوطة ما بدك تنامي تفيقي لتلبسيهم، اللمة يعني كل الناس بتكون موجودة، في ناس ما بتشوفيهم إلا من عيلتك إلا بالعيد، فبتلاقي بتنطري هاي المناسبات، ناس جاي من السفر. العيدية نهار أول نهار العيد، أول عيدية كانت محرزة العيدية، هلا محرزة وكانت يعني كنا نزعج الناس بكير الصبح، نحن ندقدي على البواب إنه نحن حابين عيد. صحيح. اليوم أطفالنا فقدوا كتير من هدول القصص، من هدول العادات، بسبب الظروف اللي عم نعيشها وبسبب الأزمة الاقتصادية اللي على كل الناس اليوم، هي شغلة عامة اليوم، لحتى نقدر نعوض ولو بأشياء كتير بسيطة من خلال طقوس كتير بسيطة بضمن البيت، يمكن في قصص كتير بنعملها بتهون هاي القصة. اليوم ضيفتنا لليوم الدكتورة ياسمين بسام شلبي، اختصاص تربوي اجتماعي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، يسعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. كنا عم نحكي هيك مقتطفات بسيطة تحت الهواء، قديش في معاني للعيد جميلة بنحاول نحافظ عليها، لانه الوضع المعيشي والاقتصادي صعب جدا، يعني اذا اي حدا عنده ولدين ما بيقدر يشتري لهم ثياب على الاسعار والغلاء الفاحش اللي ما بقى يعني يحتمل. خلينا نحكي عن هاي التفاصيل، قديش مهم نحن نربي اولادنا على تفاصيل مهمه، عادات وتقاليد الجمعه، يمكن بعض القصص بيعملوها العيال فقط بالعيد هي الى بسمه خاصه وانعكاس هيك على شخصيه الطفل. مزبوط. هلا اول شيء خلينا نبلش بموضوع اداب العيد، لانه هي نفسها الطقوس هي من ضمن الاداب، الناس تخلط بيناتهم بس هن كثير مشتركين، فالاساسيات اللي هي المفترض تكون موجوده ضمن العيد بغض النظر اي عيد، العيد ككل ضروري انه يكون في عنا حمام العيد اللي له طقوسه الخاصه، قدين احنا بنتذكر انه هذا الحمام غير شكل، له هيك بصمته المميزه، انه لازم اتنظف اكثر ما انا كنت نظف حالي، البوسه تبع الحمام هي بوسه الحمام العيد فهي مقدسه، الاغتسال، التطيب، لبس الثياب الجديده، هون عندنا نقطه انه مو الكل اكيد رح يقدر يجيب ثياب للاسف، لانه ما متناسب الدخل. صحيح. ابدا. صحيح. مع المصروف، مع اللي عم ينصرف يعني، فالبدائل انه انا اكون عم اقدم شيء ضمن طاقتي بالمتاح، يعني مثلا قدرت اجيب قطعه واحده مثلا كنزه هي ما نو طقم كامل او بوت او اي شيء، جيب ماني قدران، حاول اني ورجيه للطفل انه القطعه ضروري تكون نظيفه ومرتبه، يعني بغض النظر انا مالي قدران اجيب جديد فانا بلبس شيء قديم بس المهم انه يكون نظيف ومرتب، اغرس هي القيمه فيه، لانه ضروري انها تنغرس مو بس للعيد، لاوقات كلها التفاصيل حتى لو تماما ممكن غير فيها، تماما ممكن اشياء بسيطه تتغير، بس قد ما حاولنا نحن بدنا نكون شوي واقعيين. صحيح. في الم، يعني في الم بهذا الموضوع، كثير مبسوطه بنقطه انه العالم رغم كل هاي المصاعب عم ساعد بعضها عبر الجروبات، يعني قد ايه في ناس حتى. تماما قد ايه عم تقول انه مثلا مين عنده مثلا هذا المقاس، مين عنده انا ما عندي قدره اشتري، شيء بيقول لي خذي وشيء بيقول لي خذي بسعر رمزي، يعني هي القصص بتوضح الالفه اللي موجوده بيناتنا كشعب وحلوه كثير، غير دور المؤسسات والجمعيات الخيريه والى اخره، هم معناتها نحن لسه عندنا روح بعد كل هي القصص اللي عم تصير معنا. هلا القصه الثانيه قصه التهليلات العيد المفترض اللي نحن كنا نفيق عليها ونحن مبسوطين وطاير عقلنا، مفترض تضل كل هاي الفتره، فتره التسعة ايام اللي قبل هي عم ترن بالبيت صباح ومساء لحتى يكون في تهليل، حتى صلاه العيد كنا كلياتنا في نسمع قد ايه هي مقدسه، يعني ما الكل كان يروح بس الكل كان ينبسط انه في شيء اسمه صلاه عيد. صحيح. هلا هون المفترض انه يكون في عنا تعابير ايجابيه نعلمها لاطفالنا كصباح عيد، يعني انا بقول مثلا كل عام وانتم بخير، بقول مثلا عساكم من عماده، عيد سعيد، عيد مبارك، هي الثقافه معلش لو ضمن العائله حلو نتعلمها، في ناس كثير بيروح العيد وبيجي العيد وهي ما بتعرف تقول كل عام وانتم بخير انه هذا عيد بس، فانا ضروري كطفل اغرس في هاي الاشياء. بننتقل للفكره اللي عم تحكوها حضراتكم اللي هي صلاه العيد، يلي هون في عنا منها سنن مهجوره وإلها كتير أثر نفسي جداً عالي، أنه أنا روح من طريق وأرجع من طريق،
حتى افشي السلام اكثر، افشي المحبه اكثر، افشي هي الالفه تمام، ونشعر بهذا الجو الحلو اكثر ما اني وما اروح بالسياره، روح ماشي الى طقوسها والى اجواء. ما في سيارات، ما في ما في بنزين تماما. هلا بنجي للحاله اللي بعدها اللي هي صله الارحام، اللي سبق ما بعرف اذا حكينا يمكن هون بالاخباريه عن انه صله الارحام هي خط احمر، حكينا انه خط احمر ما فينا نحن نعمل على كيفنا، انا بروح لعند عمتي ما بروح لعند خالتي، بروح لعند خالي ما بروح لعند عمي، هذا الموضوع ما في مجال للنقاش فيه، فانا المفترض انه اصل الرحم وقد ما كان في اساءه من اي طرف اتقبل هي الاساءه وسامح. هلا الكلمه اني انا سامح هي كلمه كبيره، بس انا قدر الامكان اذا فات على هذا العيد وجواتي لسه في شيء ما هو تمام، فانا ما استفدت من هذا العيد كلياته قدر الامكان. وتدريب هي القصة، فرصة هذا الوقت فرصة لحتى نعرض قصة وحكاية الحج للأطفال وشو صار وشو التفاصيل وعن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام. فهي الأفكار حلو لما بتنطرح بالبيت وبشكل قيمي وأخلاقي وغير منفر، يعني أنا ما جاي عم له عمل وساوي وبدك، أنا لا أسلوبي حضاري ولطيف وعم وصل له كل هالقيم أنا اللي بدي وصلها من خلال فترة هي العيد. بالإضافة لأنه عنا في شيء اسمه جبر الخواطر، يعني أنا بعرف إنه في كتير مثلاً حواليكم حوالي حوالين الكل ناس بعرف إنه بهذا اليوم مكسور خاطرة، أما لفقدان أو لظرف معين أو لحالة سفر أو العائلة تغير ظرفها بيوم وليلة، فأنا ضروري واسيهم، ضروري إنه أحكي معهم عايدهم زورهم، أقدم أي شيء لو مسج بس أعبر لهم إني أنا موجودة وأنا حاسة فيكم. هي هذا الجبر ولا في شيء بالدنيا بضاهي، وقدين احنا بنكون احيانا بحاجه لكلمه بسيطه ما بدنا شيء، يعني هي كلمه. قد ايه اليوم المسج بعد الناس عن بعضهم؟ يعني كنا حكينا كمان بالحلقه السابقه انه قديش اليوم التكنولوجيا بعدت، بنعايد بعضنا اغلبنا على الموبايلات، ناس كثير ما بقى قدرت تيجي من سفرها، هدول كنا ننطرهم من زمان بطلوا يجوا بسبب كمان الظروف. يعني فهذا الطفل يعني خلق او وعي على بيئه مجهزه من الحرمان من كذا قصه، يعني اليوم نحن كيف قادرين نقنع هذا الطفل اللي هو بهذا العصر كثير عنيد بحب الاشياء الحلوه وبغار من رفقات انه انت اليوم احنا وضعنا ما بيسمح لنا غير هاي القطعه او ما بيسمح لنا نزور تيتي لانها بعيده، كيف اليوم احنا قادرين نهيئ الطفل لاستقبال العيد بضمن الظروف الممكنه؟ تمام، بضمن الظروف بده يكون في عندي المختلف فقط هو اسلوب الطرح. يعني انا بدي اعمل هاي الطقوس مثلا المنزليه بالبيت، انا ضروري انه اعمل ركن خاص، هذا ركن العيد، انا بهدول العشر ايام اللي قبل تسعة ايام انا بكون عم جهز، انا ما عندي قدره ماديه اجيب مثلا خروف العيد الخشبي والادوات والمستلزمات، انا برسمهم، انا بطبقهم انشطه مع اطفالي وبعمل ما عم اقدر نجيبهم لا يعني انه في عائلات قادره تعمل ركن مميز وحلو كثير، وفي عائلات ما انا قادره، وعلى فكره ما بالضروره تكون فقيره، بس هي صارت ما عاد تقدر تجيب هي لانه ما لها اولويات. صحيح، ما لها اولويات. تمام، صحيح. فممكن نعملها كانشطه ونساوي ركن معين، نورجي الاطفال انه صباح العيد مثلا اذا نحن عندنا ثقافه العيديه كنقود انه حتكون هون رح نحط لكم النقود تبعكم، اذا كان واذا كانت رمزيه فرح تنحط بهي الزاويه رمزي. فبهي الطريقه بنشجع اطفالنا انه نحن حنقسم مثلا يوم العيد عندنا ساعه مسابقه، بنجيب اسئله ومعلومات حول الحدث اللي هو صار بالعيد، الذبيحة اللي هلا خطرت على بالي وحنحكي عن موضوع الذبيحة او الأضحية، حنحكي عن انه مثلا ايمت اول صلاة عيد صارت، بأي سنة مثلا، هي التفاصيل اللي حلو الولد يعرفها ويكون عنده ثقافة قوية فيها، حنجمعها ونعملها هيك بحوجلة او بكرتونة او بعلبة ونبلش بقى نطرح هاي الأسئلة من ركن ثقافي لأنشطة حركية لأشياء عملية، نحن نرسم ونلون، هذا ما بياخذ مننا كثير خصوصي بطقوس العيد، تقولوا لي مثلا نحن ما لنا قدرانين تعبانين نفسيا عفراء الناس اللي رايحة وانه الطقس مو مناسب كطقوس مو مناسب انه نحن نفرح، لا نحن في عنا واجب وبدنا نفرحهم لهدول الأولاد، حتى انه بالمنزل مو قدرانين معناتها نحن الخلل فينا، بدنا تفريغ، بدنا إعادة تأهيل لنرجع نكون أقوى، فيلي هلأ عم بيحضر وحاسس حاله تعبان يحاول إنه يرتب أموره ويريح نفسيته ويلتجئ للدعاء أكثر، ليقعد بجلسات خلوة ورواء أكثر ليقدر يكون عنده طاقة للطفل يوم العيد. حكيت نقطة كتير مهمة لأنه كتير ضروري كلياتنا اليوم عم نمرق تمام
بظرف ضغوطات معينه ما. يعني حتى الامهات ونحن تعبانين الاحساس، حتى الامهات في ثقافه مغلوطه كانوا يقولوها كثير، انه دائما سواء كان بعيد الفطر ولا بعيد الاضحى انه يا ريت العيد بعد بيوم كان، يعني ما بدهن يا يجي بوقته. ما بنلحق دكتورة، ما بنضل نشتغل، فهي بتساوي إرساء سلبي عند الطفل إنه أنا مستني هي الدقيقة، ليش ما بدك يا يجي لهذا العيد؟ قد ايه مثل ما حكيتوا أنتم كنا نرتب ثيابنا ونحط الجرابات والبوط قدامهم وكل القصص والتفاصيل، الأولاد هلا ما عندهم هي الثقافة، نحن بدنا نغرسها، يعني أنا بدي هيئ هي البيئة وورجيهم أنا كأم، أنا حتى لو ما جبت ثيابي الجديدة أنا بدي أجهزهم، إيه بدي أحطهم هون، يلا أنتوا وين ثيابكم؟ إذا هو ما عنده أنا بحرك فيه هذا الشيء، لأنه بدي إياه يعيش هذا الجو، أنا ما بدي إياه ينحرم، يعني هو لا قدران يشوف قرايبينه، لا قدران يروح لعندهم إذا هن مسافرين الفاقدين في عندهم مشكلة، فقدر الإمكان ساوي هي الأجواء بالمنزل وقدم بالشيء المتاح، ما أضغط على حالي كأسرة وورجيه إنه رح أقدم لك المستحيل، لا، بده يتعايش الطفل وبده يعرف إنه في شيء بنقدر نساوي وفي شيء ما بنقدر نساوي. بس اللي خطر ببالي اللي هلا وقت عم تحكوا عن فكره الاضحيه، موضوع الاضحيه او الذبيحه جدا موضوع له اثار سلبيه اذا ما انعمل بطريقه مزبوطه. فيا ترى شو بنعمل مع الطفل نحن اذا نحن صار في عائله ميسوره وحبيت انه يكون في اضحيه؟ كثير من العائلات بتصطحب الولد الصغير معه انه شوف الذبيحه هي وعم تندبح، وهذا الموضوع جدا خطير لانه له معايير لقبل ما ناخده لهذا الطفل. هلا علماء النفس وعلماء الدين اتفقوا انه سن العشرة هو سن ادراك اعلى من السنين اللي قبل، وهذا سن السعي لسيدنا اسماعيل عليه السلام. فانا لما بجي لهذا السن فيني انا اصطحبه، بس بشرط انه انا اساله وهيئه نفسيا تماما. انا اكيد حكون مهيئته بالقصص قبل، بس انا بدي اساله انت عندك رغبه تروح؟ لا، اذا ما عنده رغبه تروح يروح، فانا رح ساوي عنده خوف مرضي، رح ساوي عنده ذعر، رح ساوي عنده صدمه. يمكن في ناس لهلا ما بتاكل لحمه، هي ضروريه القصه يعني من اصله هي ضروريه هلا يعني. هي مو ما لا ما في ولا هو طفل بالنهايه بعلم النفس كمان لسنة 18 نحن عم نعتبره طفل يعني. بس هو ما ورد ولا شيء قوي ولا دليل قوي اكدوا يعني بالتشريع انه لازم يحضر، لانه هون الدين حفظ هي عادات وتقاليد قديمه يعني تماماً. مثل العادات والتقاليد اللي هي لها علاقه بطقوس العيد، وهي جزئيه اساسا بتعود للاهل تماماً. يعني كيف انت مأنشئ الطفل، كيف مربيتيه، اكيد. بس في كثير صار تفاصيل كنا عم نحكيها كمان تحت الهواء، انه ضمن الامكانيات فيني انا هي طفلي، مو فقط يعني انا بدي امشي معه بسلسله، اكيد مو وقت العيد انا هيئه، يعني قديش بتربايه هي جزئيه كثير مهمه انه من خلال التربايه يعني يكون الطفل عنده حاله قناعه وارضاء من اي شيء ممكن انا اقدم له اياه، لانه مثل ما قلنا المتغيرات هي المختلفه، المحيط مختلف، بالمدرسه بيشوف، على التلفزيون بيشوف، وسائل التواصل الاجتماعي عم تخلي كل العالم بين ايدين الاطفال للاسف. هون خلينا نحكي عن جزئيه، في امهات لك ما قدرت، ما زبط معي، متعب، عنيد، ما بيرد، بس هي لا، مرحله انا بدي ملش بالاساس اسس لها، مو فجاه بدي اقول له لطفي هذا الواقع، بالعكس بعمل له هون صدمه او رده فعل مخيفة. وهي بتبلش بتفاصيل حياتها يومية، يعني هي من أول التنشئة الاجتماعية. بس نحن هلأ بما أنه عم نحكي عن العيد فضروري نقول أنه هدول التسعة أيام اللي هن عم يسبقوا قبل العيد، هدول هن التمهيد للعيد. ما فيني يجي العيد وقل له يلا رح نبسط سوا ورح نعمل أنشطة ورح نجن سوا ورح نغني، مو هيك الفكرة أبدا. هلأ طيب أوكي، وسائل التواصل قديش انتشرت، خلينا نجيب فيديو لقصة مصورة عن عملية عن قصة الذبيحة إذا كان بمرحلة نمائية مناسبة، وأنا حط الفيديو ونتفرج سوا ونناقش الموضوع ونوقف شو تعلمت، شو استفدت، شو وصلتك الفكرة، إذا كان بعمر مناسب لتلقي هذا الموضوع. مو مناسب، بنحكي على موضوع الطقوس العامة كحج وكعبادات، يعني إنه شو بيصير شو وليش نحن، شو السبب، لأنه لازم يعرف السبب، لأنه بالنهاية قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بتعلم الصبر، بتعلم إنه في شيء كسبات بالعقيدة، إنه أنا رب العالمين شو ما بيقدم هو خير،
ونحن بحاجتها. يعني احنا اذا متعلمينها نحن وصغار ما رح نوصل لنضل نقول ليش هيك حظي، ليش هيك عم يصير معي، ليش انا، ليش هيك حظي. تمام. حتى الطفل بيردد يعني هالكلمات، بس لما ترددها الطفل بيرددها بدون ما يعرف، بيقول مثلا يا رب الحمد لله بيسمع امه، تمام، بنغرس معه تدريجيا من يوعى شوي بيفهم اساسا التفاصيل. بعدين حتى اذا الطفل نحن ما يعني هو عند رغبته ما بده يروح على الذبيحه، فينا انه نحن نقول له فيك توزع مشان تساعد انه توزع على العالم. فهون شو حنمي عنده؟ حنمي عنده ثقافه حوار، ثقافه كيفيه السلام، الانسانيه، حعززها اكثر. اتخاذ القرار بوصله لما سيدنا اسماعيل وابراهيم تشاوروا وقال له انه انا شو بدك تعمل فيني اعمل، يعني انا اكيد رح طيع الامر. فهون بعلمه انه في شيء خطوط حمراء انا ما فيني اتجاوزها، فانا بدي طيع. فهي كمان للبر. بتلاقي الطفل لحاله لما سمع هاي القصه بلش يدورها، اذا امه بتقول له شغله ما بقى الا لا، لانه انا وصلتها باسلوب حلو وباسلوب قصه وهن حابين يشوفوها فيديو، فانا ما بدي احكي لهم اياها، خليني اشوف معهم فيديو ونحكي ونتناقش ونتحاور وبعدين نفرد ورائنا ونرسم القصه ونعزز هذا الشيء. الامهات للاسف ما عندهم هذا الوقت وبيحتجوا وبيقولوا نحن ما عم نعرف كيف نتعامل. طيب المواقع موجوده، المعلومات موجوده، القصص موجوده، في اساليب كثير حلوه، بس نحن اللي بدنا اياه شويه روح. كلياتنا تعبانين، كلياتنا عنا ظروف، بس هدول امانه وضروري انه نحن نشتغل بطريقه صح. ان شاء الله دكتوره الله يمضي هالعيد على خير، يعني نطلع باقل الخسائر والسلبيات. شكرا لحضورك وينعاد عليكي بكل خير. خلي لي اياك. شكرا لك على وجودك معنا، ويمكن مثل ما قلنا تفاصيل صغيره بنحاول من خلالها نزرع البسمه على اطفالنا خلال العيد. شكرا كثير لك. شكرا.